أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات
بينكم وأطيعوا الله ورسوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة آيات زادتهم
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم إن
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا صدق الله.